عشية ذكرى الرابعة لانتفاضة تشرين، يستعد الناشطون العراقيون لإعادة إحياء حراكهم الاحتجاجي في محاولة لإرغام الحكومة على اتخاذ خطوات تلبي مطالبهم المستمرة بالقصاص من قتلة المحتجين وتوفير أجواء آمنة وحسم مسألة السلاح المنفلت. ناشطون أكدوا المطالبات بحسم ملف السلاح المنفلت والكشف عن قتلة المحتجين التي باتت تسبق مطالب الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، عازين ذلك إلى أن هذه المطالب تمثل مقدمات أساسية لتوفير أجواء آمنة قبيل الاستحقاق الدستوري، وأن عدم تحقيقها يعني أن الجماعات المسلحة التي تستهدفهم لن تتوانى عن استهداف أي حراك سياسي يزاحم نفوذها، خصوصا فيما لو كان منبثقا من حركات أو حركات الانتفاضة المنوئة للنفوذ الإيراني. باسم الشهداء والمغيبين والجرحى والمعتقلين، أما بعد، وبعد أن تبين زيف المزيفين والمنافقين والمتسلقين الذي صدعوا رؤوسنا بنظرياتهم المدفوعة الثمن والتي أدت إلى استخفاف السلطة بثورة تشرين وبدماء شهدائنا وتسويف قضيتنا، فإننا نؤكد عهدنا وجاهزيتنا لإعادة وجه الثورة، ونؤكد لأحزاب الصدفة أن الثورة لن تموت، وإننا ماضون على ما عهدنا عليه الله والوطن. ومن هنا نعلن وباسم ساحة ثوار واصل نزولنا إلى ساحة التحرير يوم 1/10، مؤكدين وملتزمين بمطالب تشرين الحقة، وهي إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة، كما ندعو أبناء الشعب العراقي الحر التضامن مع أخوتهم المتظاهرين. والله ولي التوفيق. ساحة ثوار واصل 24/9/2023. عاش العراق!